اهلا بيكم في الحلقة الاولى من كورس CCNA. في الحلقة دي هنتكلم على مقدمة في علم الشبكات او Introduction to Network، ونبدأ بتعريف شبكات الكمبيوتر. اكتر من جهاز connected مع بعضهم بيطلق عليها شبكة، ايا كان عدد الاجهزة قد ايه. وهدف ان احنا نربط الاجهزة مع بعض يتمثل في نقطتين رئيسيتين. اول نقطة عندنا ان احنا نعمل sharing في resources او تشارك في الموارد، وكلمة موارد هنا ممكن تكون printers, scanners, databases, internet connections وهكذا. يعني مثلا لو احنا عندنا عدد من الاجهزة وبرينتر واحدة وعايزين كل الناس تستخدم البرينتر دي، يبقى لازم يكون في نتورك بين الاجهزة وبعضها علشان يستخدموا المورد ده اللي هو البرينترز. نفس الكلام لو احنا عندنا انترنت كونكشن، وصلة واحدة بس للانترنت، ومحتاجين كل الاجهزة اللي في النتورك تستخدمها علشان تدخل على الانترنت، يبقى لازم يكون في عندنا نتورك تربط الاجهزة مع بعضها عشان يطلعوا من خلال انترنت كونكشن واحد بس للانترنت. تاني هدف من اهداف النتورك الكوميونيكيشن. دلوقتي من خلال شبكات الكمبيوتر نقدر ننقل فويس وفيديو في نفس النتورك، ونقدر نتواصل كلنا من خلال شبكة الديتا دي او شبكة البيانات دي. معنى كده ان هي هتبقى شبكة واحدة نستخدمها في ارسال الصوت والفيديو بالاضافة لارسال الديتا او الملفات. نتعرف دلوقتي على النتورك كومبوننتس. علشان نعمل شبكة محتاجين ايه؟ اول مكون عندنا بنسميه end devices، وممكن نسميه hosts. والend devices هي الاجهزة اللي هتبقى مصدر او destination للبيانات، سواء البيانات دي صوت او فيديو او ديتا. يعني الend device ممكن يكون جهاز كمبيوتر، ممكن يكون ويب كام او كاميرا، ممكن يكون جهاز موبايل، ممكن يكون جهاز بصمة، ممكن تكون برينتر، ممكن يكون سيرفر، ممكن يكون اي بي فون. كل دي في النهاية بيطلق عليها end devices. المكون الثاني عندنا اللي بنسميه network devices او intermediary network devices، وهي الاجهزة اللي بتستخدم في توصيل الend devices مع بعضها، زي السويتشز، زي الراوترز، زي الفايروول واللي هدفه تأمين الشبكة، زي وايرلس راوتر واللي هدفه توصيل الأجهزة بطريقة لاسلكية. فكل الأجهزة دي بيطلق عليها بصورة عامة Network Devices، وهنتكلم على كل منهم بالتفصيل أثناء الكورس بتاعنا بإذن الله. المكون التالت عندنا هو Network Media، وهو الوسط اللي بيستخدم لنقل الإشارات أو البيانات ما بين الأجهزة المختلفة. وممكن الوسط ده يكون حاجة من ثلاثة. ممكن يكون ميتال واير اللي بيستخدم الكابلات النحاسية في نقل الإشارات الكهربية أو الإلكتريكال سيجنال ما بين الأجهزة وبعضها، وممكن يكون كابلات أوبتيكال فايبر أو فايبر أوبتيك كيبلز، ودي اللي بتستخدم جلاس أو بلاستيك لنقل الإشارات الضوئية ما بين الأجهزة وبعضها. وممكن نستخدم الوايرلس سيجنال زي شبكات الواي فاي لنقل الالكتروماجنتيك ويفز او الموجات الكهرومغناطيسية ما بين الاجهزة وبعضها. وهنتكلم بعد كده بالتفصيل على انواع الميديا المختلفة. نعرف دلوقتي ازاي بنرسم النتورك او ازاي بنمثل النتورك وانواع التوبولوجيز المختلفة. الرموز الموجودة قدامنا بنستخدمها علشان نرسم النتورك، خصوصا لما نستخدم بعد كده برنامج السيميوليشن باكت تريسر. وخلينا نعرف important terms بنحتاجها اثناء دراسة النتورك. في البداية ايه هو النتورك انترفيس كارد او النك؟ كارت الشبكة او النك هو الكارت اللي لازم يكون موجود داخل الاجهزة اللي هتتوصل بالنتورك. وممكن يكون كارت الشبكة ده كارت وايرد او كارت وايرلس. كابلات الشبكة اللي بتتوصل بالنك بتتوصل في الطرف الآخر بفيزيكال بورت موجود على السويتش، بحيث ان عن طريق البورت ده يتم توصيل الكابل ما بين السويتش وما بين جهاز الكمبيوتر، سواء كلاينت او سيرفر، سواء ديسكتوب او لابتوب وغيرهم.
وممكن يطلق على البورت الموجود في السويتش انترفيس، وغالبا بنستخدم الاثنين بصورة تبادلية، ممكن نقول على البورت انترفيس او نقول عليها فيزيكال بورت عادي. نعرف دلوقتي انواع التوبولوجيز. كلمة توبولوجي معناها الشكل الفيزيائي او شكل التوصيل. عندنا نوعين اتنين من التوبولوجيز. اول توبولوجي بنسميها فيزيكال توبولوجي، والفيزيكال توبولوجي جاي المرسومة قدامنا بتوضح الفيزيكال لوكيشن بتاع الاجهزة. يعني في الرسمة اللي قدامنا مكتوب جنب جهاز السيرفر ده انه موجود في راك رقم 2 في شلف رقم 1. وكلمة راك هنا بالظبط زي الدولاب، والدولاب ده بيكون موجود فيه عدد من الرفوف او الشلفز. الدولاب بيكون موجود فيه مكان يركب فيه السيرفرز او الراوترز او السويتشز او غيرها. ففي المثال اللي قدامنا ده واضح ان السيرفر الاولين والتاني والتالت كلهم موجودين في راك رقم 2، وكل سيرفر منهم موجود في شلف او موجود في رف. الاول موجود في شلف 1، شلف 2، شلف 3، والسويتش موجود في راك 1 في شلف 2. معنى كده ان التوبولوجي دي او الفيزيكال توبولوجي دي بتوضح الفيزيكال لوكيشن الخاص بالاجهزه المختلفه في النتورك، وكمان بتوضح طريقه التوصيل. يعني احنا كده عارفين ان في كيبل متوصل ما بين ويب سيرفر وبين سويتش واحد، وفي كيبل ما بين سويتش واحد وار واحد، وهكذا. النوع الثاني من التوبولوجيز اللي بنسميه لوجيكال توبولوجي، واللوجيكال توبولوجي هو دايجرام بيوضح الادريسنج وبيانات عن البورتس اللي متوصله في السويتشز او في الراوترز او اجهزه الكمبيوتر. يعني هنا واضح ان الويب سيرفر متوصل على السويتش عن طريق بورت F0 على 1 في السويتش، اما الايميل سيرفر متوصل على السويتش من خلال بورت F0 على 2. والشبكه دي كلها العنوان بتاعها او الادرس بتاعها 192.168.10. ونفس الكلام موجود في الشبكه اللي فيها الورك ستيشنز دي والسويتشات. بكده اللوجيكال توبولوجي دايجرام بيوضح الادريسنج والبورتس المختلفه المستخدمه لتوصيل الاجهزه بالسويتشات او بالراوترز. نتكلم بعد كده على تصنيف النتوركس او الانواع الخاصه بالنتوركس. ممكن نصنف النتوركس من اكتر من وجهه نظر. اول وجهه نظر بنسميها المود اوف اوبريشن، وهنا بنصنف النتوركس لنوعين. اول نوع بنسميه كلاينت سيرفر بيزد، والنوع الثاني بنسميه بير تو بير. في النوع الاول اللي هو الكلاينت سيرفر بيزد بيبقى عندنا نوعين من الاجهزه. اول نوع بنسميه كلاينت، والنوع الثاني بنسميه سيرفر. السيرفر بيبقى امكانيات الهاردوير الخاصه بيه اعلى من الكلاينت، يعني بتلاقي فيه مساحه تخزينيه اكبر، الرامات بتكون اعلى، والبروسيسورز بتكون اكتر واسرع، وده مقارنه بالهاردوير الخاص بالكلاينت. وبينزل على اجهزه السيرفرز نظم تشغيل مختلفه عن مثيلتها في الكلاينت. يعني ممكن ينزل على جهاز السيرفر ريد هات لينكس سيرفر، ممكن ينزل عليه ويندوز سيرفر، اما الكلاينت بينزل عليها ويندوز 10، ويندوز 11، فيدورا لينكس، وهكذا. فبالتالي الفرق ما بين السيرفرز والكلاينتس بيندرج تحت شقين اتنين: اختلاف في الهاردوير، بيكون الهاردوير بتاع السيرفر اعلى، واختلاف في نوع نظم التشغيل، بيكون نظم التشغيل الموجودة على السيرفرز مختلفة عن نظم التشغيل الموجودة على اجهزة الكلاينت. عندنا انواع كتير من اجهزة السيرفرز، وده بناء على البرامج الموجودة على اجهزة السيرفرز. يعني لو نزلنا على جهاز السيرفر برنامج FTP، في الحالة دي السيرفر ده بيطلق عليه FTP سيرفر او فايل سيرفر، ووظيفته في الحالة دي ان هو يستور الملفات اللي ممكن تستخدمها بعد كده او تعمل داونلود ليها اجهزة الكلاينت. نوع تاني من السيرفرز اللي بنسميه الويب سيرفر. لو الجهاز ده ويب سيرفر بيستضيف او بيخزن المواقع المختلفة، بحيث ان لو الجهاز الكلاينت او اليوزر الموجود على الكلاينت حب يفتح ويشوف السايتس
هيكونكت على الويب سيرفر اللي بدوره هيبعت له ملفات السايت. مثال ثالث على أجهزة السيرفرز الإيميل سيرفرز، وفي الحالة دي الإيميل سيرفر بيخزن الإيميلز المختلفة اللي تخص اليوزرز الموجودين في نتورك، بحيث اليوزر لما يحب يقرأ الميل هيكونكت على الإيميل سيرفر، ولما يحب يسند الميل هيسند الإيميل للإيميل سيرفرز. أما النوع الثاني من أنواع النتوركس اللي هو البير تو بير، الأجهزة هنا كلها بتبقى زي بعض، مفيش فيها جهاز سيرفر والباقيين كلاينت، كلهم بيكونوا بنفس الكابابيلتيز أو الإمكانيات تقريبا. ممكن واحد منهم يأكت as a server and client في نفس الوقت، يعني ممكن ده يكون برنت سيرفر وفي نفس الوقت هو كلاينت لجهاز تاني خاص بالفايل ستور. والنوع ده مناسب جدا للشبكات الصغيرة، وبيتميز انه هو lower cost less complex و easy to set up، وبيستخدم للسيمبل تاسك زي لو هنعمل شيرنج لبرينتر او نقل للملفات ما بين الاجهزة. ولكن على الوجه الاخر ما بتكونش الشبكة سيكيور وبتبقى not scalable، يعني ما بنعرفش نزود حجمها او عدد الاجهزة اللي فيها، والبرفورمانس بتاعها بيكون ابطأ من الكلاينت سيرفر بيز نتورك. طريقة تانية لتصنيف النتورك من وجهة نظر الحجم بتاعها، لو الشبكات موجودة في البيوت بالتالي حجمها صغير بنسميها small network، اما لو موجودة في مكاتب وبيكون في امكانية للوصول لأجهزة الكمبيوتر عن بعد من خلال الانترنت مثلا، فبنسميها small office home office network او soho network. ولو حجم الشبكة وعدد الأجهزة اللي فيها كبر وبقى من مئات الى الاف الأجهزة، بتبقى الشبكة بتاعتنا medium or large size network. اما لو عدد الأجهزة بقى يوصل لملايين الأجهزة زي شبكة الانترنت، فبنسمي النتورك ديت World Wide Network. طريقة تالتة لتصنيف النتورك بتصنف فيها النتورك من وجهة نظر الحجم برضو، بس يبقى عندنا نوعين اتنين بس، يا إما تكون الشبكة Local Area Network أو LAN، أو الشبكة Wide Area Network. شبكات اللان بيبقى الحجم بتاعها صغير، وشبكات الوان بتستخدم لتوصيل شبكات اللانز ببعضها. لو حبينا نشوف الفرق ما بين شبكات اللانز وشبكات الوانز، هنلاقي ان شبكات اللان used in limited area، بتستخدم في مساحات محدودة وبيتم إدارتها داخل single organization أو باستخدام فرد واحد بس اللي هو بيكون network engineer، وبتقدم سرعات كبيرة جدا للنقل ما بين الأجهزة وبعضها. أما شبكات الوان بتستخدم لربط شبكات اللانز بينها وبين بعض، وبتتميز إن هي بتغطي مساحة جغرافية كبيرة. وفي حالة شبكات الوان ممكن يكون مسؤول عن التوصيل ما بين شبكات اللان أكتر من organization، وبنسمي الorganizations اللي بتوصل شبكات اللانز ببعضها service providers أو internet service providers، وبتكون سرعات النقل من خلال شبكات الوان أبطأ منها في اللانز. شبكة الانترنت تعتبر مثال على شبكات الوان، لأن هي شبكة بيتم عن طريقها ربط عدد كبير جدا من الأجهزة ببعضها، وهي بتتكون من آلاف شبكات اللانز وآلاف شبكات الوانز اللي كلهم بيبقوا مربوطين ببعض بعدد كبير من اللينكس. شبكة الانترنت مش مملوكة لجهة معينة، ولكن في عدد من الاورجنايزيشن المسؤولة عن مينتيننج الاستراكشر الخاص بالانترنت والحفاظ على استمرارية الشبكة، زي منظمة الاي اي تي اف والاي كان والاي اي بي. واخيرا ممكن نصنف النتوركس لانترانت واكسترانت. شبكة الانترانت هي شبكة كمبيوتر خاصة باورجنايزيشن واحدة، ومسموح فقط للممبرز او الاعضاء او الموظفين الموجودين داخل الشركة انهم يعملوا اكسس او يستخدموا البيانات الموجودة داخل الشبكة دي. اما لو حجم الشبكة زاد وتم السماح لكاستمرز او للعملاء الشركة بالاضافة للموظفين وموردين الشركة انهم يدخلوا على الشبكة دي، فكده تحولت الشبكة دي من انترانت
الاكسترانت. يبقى الفرق ما بين الانترنت والاكسترانت ان شبكة الاكسترانت مسموح لسبلايرز وكاستومرز بالاضافة للموظفين اللي شغالين في الشركة انهم يأكسسوا او يستخدموا البيانات او يدخلوا على الشبكة الخاصة بالأورجنايزيشن. اما الانترنت فقط مسموح لموظفين الشركة انهم يدخلوا على شبكة الشركة او الانترنت. بكده نكون خلصنا اول سيشن في كورس CCNA. أتمنى تكونوا استفدتوا منه، وأراكم بإذن الله في السيشن القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.